السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخباريه المغرب دوت كوم. كل ما عليك هو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. اسبانيا ترسل مجموعه من القادات الجيش الى جزر المتنازع عليها مع المغرب. بعثت القوات المسلحه الاسبانيه مجموعه من القادات الجيش الى الجزر المتنازع عليها مع المغرب بما فيها الجزر الجعفريه، وذلك بعد ايام من تاكيد الوزاره الخارجيه مدريد وضعها مذكره احتجاج لدى السفاره المغربيه بسبب المزارع السمكيه التي تقول اسبانيا ان الحكومه المغربيه رخصت باقامتها داخل الحدود البحريه للارخبيل الخاضعه لسيادتها، وهي الزياره التي قيل رسميا ان الهدف منها هو تفقد احوال الجنود. وأعلنت القوات الإسبانية وفق ما كتبته الصحيفة الإسبانية عن بعث وفد عسكري رفيع إلى الجزر الجعفرية والجزيرة نيكور وشبه الجزيرة باديس، على رأسها الجنرال إنريكي مايان مارتينيز الذي يرأس مديرية تكانة الجيش، وذلك من أجل الوقوف على طبيعة حياة الجنود الإسبان هناك ودراسة إمكانيات تحسينها، الأمر الذي يأتي تزامنا مع تلويح القائد الأركان الإسباني الأدميرال تيودورو لوبيتش كادرون بتحريك قوات المسلحة في حال ما طلبت المغرب بالأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية. وبدأت قيادة الجيش الإسباني تولي اهتمام تزايد للجزر التي يطالب بها المغرب مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين خلال الفترة الثانية من الرئاسة بيدرو سانشيز للحكومة، حيث شرعت في عملية تثبيت أجهزة الاتصال الجديدة ثم في إصلاح تكانات الجنود، كما أن القوات البحرية قامت بتصوير عملية إمداد الجنود في جزيرة نيكور أواخر مايو الماضي كرسالة للمغرب الذي فتح حدوده أمام الآلاف من المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى سبتة منتصف الشهر نفسه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.